نهاركم زين وفلو ياسمين. مرحبا، رجعنا بعد اخبار السبعه وديما في الوقت هذايا يجي حسام الدين الهمامي. عيدك مبروك، كل عام وانت بخير. عيدكم مبروك. اي جينا عيدنا البارح، نحن البارح جينا مع سي الحبيب، كل شهر عيدكم مبروك الناس كل ان شاء الله. سنين دائما عوده ميمونه للتوانسه اللي روحوا شافوا عائلاتهم، خذوا الشارج اللي لازم وكذا، وحتى التوانسه اللي بالخارج ان شاء الله قريبا جدا باش يكونوا موجودين بحذانا. هذا كله نقول لهم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه وعوده روبريز للعمل موافقة إن شاء الله. أنا ما ريتكش البارح، كعلاش عيطت عليك اليوم؟ هما يقولوا الأسبوع كامل صالح باش نعيط. ديما نقولوا عندك مبروك. ديما كل يوم علاش ليه؟ 365 يوم. 366 كي تبدا العام الخامس. نمشيو للزابينغ. زابينغ. أسيدي نبداو ببعض الأخبار الإيجابية. عندك مثلا بعض المؤشرات المالية والاقتصادية فيها تحسن، أهمها بلوغ مدخرات تونس من العملة الصعبة حتى 14 جوان نحكيو على 23 مليار دينار، بما يعادل 107 ايام توريد. هذا مقابل ل 22 مليار عام ناول، معناتها 98 يوم توريد. من 98 يوم توريد وصلنا ل 107 ايام توريد. مهمه جدا التقدم هذا، لانه العمله الصعبه الناس قاعده تلوج عليه. وهذا منين جي نبيله؟ جينيرالمون سواء كان معناتها من مبيعات هذيك نتاع الحاجات التقيه، نحكيو على البترول وعلى الغاز وعلى الفوسفات او من التوريزم اللي حاليا السياحه ماشيه بالكدا في تونس، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. يقال اللي احنا الهدف نتاعنا نتاع 10 ملايين سائح سنه 2024 ماناش بعاد عليه. موسم ان شاء الله واعد، لانه حسب المؤشرات الامور ماشيه كيما نحبوا نحن. ان شاء الله تكمل هكايا، ان شاء الله تكون خير من هكا. مثلا مؤخرا بيع الوجهه التونسيه في فرنسا قاعده ترتفع بشكل ملحوظ، وان شاء الله يكون موسم ناجح على جميع الاصعده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله عندك الحاجه الثانيه اللي هي نحكيوا على تحويلات المغتربين التوانسه بالخارج اللي سجلوا منذ بدايه السنه حتى 10 جوان ارتفاع بنسبه 3.5% مقارنه بنفس الفتره عام ناول. بالطبيعه على ذكر التونسيين بالخارج، اليوم الاذاعه الوطنيه التونسيه تكون على متن الرحله اللي تنطلق نص نهار من تونس نحو مارسيليا. هذه الرحله الترويجيه، اول رحله لعوده مواطنين بالخارج الى ارض الوطن، ربي يوصل لهم سالمين وفي يوم سعيد تكون مواكبه لهذه العوده. ان شاء الله ان شاء الله باش تكون مواكبه، وهذه حاجه معناتها حصريا للاذاعه التونسيه، لو الناس تحس بالوطن وراهو اللي تغربوا برشا يقولوا لنا راهو عندنا احساس كبير ياسر اكثر من الوطن. كي تسمع الاذاعه الوطنيه راهو فما نوع من الحنين ونوع من تحس ان انت موجود في بلادك، موجود كريمه بالحق في بلادك. ما نتصورش ان واحد نهار العيد ما يحطش يسمع الاذاعه الوطنيه، وان كل صباح يسمع نبيل عبيد وحبيب الجغام وحسام الدين الهمامي وضياء الدين الكريفي والفريق الكل. يتواصلوا معنا برشا مواطنين بالخارج، ربي يفضلهم ويرجعهم سالمين وان شاء الله موافقين وين ما كانوا. ونحاولوا نبيلوا الطلبات نتاعهم ما يدلوا علينا بالطبيعه، نحاولوا في قدر على قدر المستطاع. نمشيو للحاجه الثانيه اللي عملت برشا جدل البارح، نحكيو على الازمه الكبيره اللي تواجهها السلطات السعوديه اللي تنظم الحج السنه. هات نحكيوا على اصل المشكل. اصل المشكل لانه الحجاج تقريبا في الزملين وشويه قاعدين يقبلوا فيهم تقريبا كل عام. حكيت البارح مع حبيب على الكوتا، شكون اكثر البلدان وكذا، معناتها البلدان العربيه اكثر بلاد عندها كوتا هي تزير 41,000 حاج، سينو بقيت البلدان اندونيسيا نيجيريا باكستان كذا. المشكلة علاش قاعدة صاير المشكل هذي، علاش صاير معناتها هذي العدد الكبير نتاع الحجاج اللي هم خارج الوفود الرسمية؟ هم عاملين كاباسيتي، عبارة أنا قلت لك مثلا باش نعمل عرس أو لا يمثل ولا محالة، ما نقولوا فرضا باش نعمل حفلة صغيرة واللي هي راهي ل 100 مدعو، كي يجوني 2000 مدعو فما طاقة استيعاب وفما كوتا لكل بلاد. هذيك ننسيو حكاية الكوتا، أما نحكي لك هنا على طاقة الاستيعاب نتاع السلطات السعودية في حد ذاتها. من بعد المشكل انه فما ناس استغلت حكايه الفيزا نتاع السياحه اللي برشا يعملوا فيها فيزا سياحه وعن طريق وكالات الاسفار. قبل كانت مقنه وقت اللي كانت الحكايه تابعه مش مقنه، هي تو زادت مقنه، اما قبل كانت كونترولي شويه، معناتها فما نوع من المراقبه. كي تسيبت وكالات الاسفار الخاصه، للاسف نقولها فما برشا او البعض، نسيت نقولوا البعض ما نقولوش برشا، فما بعض وكالات الاسفار اللي تاخذ مع عند الحجاج وتقعدوا اللي هي باش تحجوا وماهيش اللي تعمل في الاخر، توصلوا غاديكا وتقولوا برا باش يتصرف. وذي مؤلم برشا، لانه الناس ولات تتاجر وتلوج على الفلوس حتى من خلال الفرائض معناها. نعم. وذي حرام، لانه اغلبيتهم ناس كبار في العمر والشوق بتاعهم العباد هذوك يحب يحج باي طريقه مهما كان طريقه، ويعرف اللي فيها ريسك راهو ومن الاول قالوا راهو فما ريسك، وما قالوش ريسك كيما هاك، ما قالوش درجه وبالزهر السنه وتيت مع السخانه اللي موجوده. حتى السلطات السعوديه نبهت معناتها في باش ما يخرجوش خارج الاوقات او خارج الوفود الرسميه اللي تكون كنترولي، ومعاهم زاد طبيب معاهم فريمل ومعاهم ناس معناتها عندهم اكثر خبره بالتعامل مع هذوما. لهنا شنو صار؟ اللي صار نشوفوا في ارقام، حكاية على تسعة حجيج من بنقردين خارج الوفد الرسمي صحيح، اما توفيوا ان شاء الله ربي يرحمهم. ان شاء الله يتم التنسيق
معاهم او مع عائلتهم او مع وزاره الشؤون الدينيه، معناتها باش نجموا نعرفوا اكثر حول ملابسات الوفاه نتاعهم. فما قائمه كبيره قاعدين يدبلوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتبيعها فيها صحيح فيها الغالط، ما تعرف الحالات كيما هكا يكثر القيل والقال. انا اعتمدت على الاقل مصدر شبه رسمي اللي هو النائب بدر الدين القموتي، قال خرج ليسا بارتاجيه اللي هي فيها تقريبا 52 حاجه، 52 حاجه هم حتى الان مفقودين، راك نقولوا مفقودين ضايعين ضايعين موجودين كيلكو بار ما يعرفوش. وبالاخص في الفتره هذه برشا معناتها عدد كبير نحكيو على زملين معناتها اكثر من العباد اللي موجودين غاديكا، معناتها عادي انه بالشرقه معناتها زحمه وكذا والناس ما تعرفش بعضها، هذوما كبار شويه في العمر ما نجموش يلقاو كيفاش يوصل. ان شاء الله مزيد من التنسيق والاكثر من هكا يتحل البحث في الموضوع هذا بالاخص بخصوص وكالات الاسفار، كيفاش تاخو على الحجاج على اساس يعملوا حج وما فهمش حتى ربع متابعه للحاله نتاعهم. نحن في الموضوع هذا تمت محاولات مع قسم الاعلام والاتصال، مكتب الاعلام والاتصال في وزاره الشؤون الدينيه، لانه ديما نمشيو للمصدر الرسمي اللي عرفناه منهم انه الوفد الرسمي بكل مرافقيه لباس صحيا وكل المناسك وشعائر قاعده تسير على احسن وجه، الناس كل على قدم وساق، مش يكون موسم حج ناجح. في المقابل مش ناخذوا بعد مراسلنا في الجنوب التونسي لانه المتوفين من جنوب من بن قردان، فمش ناخذوا بعض المعطيات علاش كيفاش اكيد هو قابل عائلتهم ومشاركينا بعض المعلومات. نبيل سامحني في تعقيب صغير على الكلام تاع وزاره الشؤون الدينيه، هذا معناتها موقف شخصي بالنسبه لي ونتصور موقف تاع برشا ناس متفاهمين انه الوفد الرسمي مريق ما فما حتى مشكل، ومتفاهمين اللي هذه مش اول مره وكذا وتواسه، معناتها ديما الوفد الرسمي نتاعنا تلقاه من احسن واكثر الوفود تنظيما. تبقى وهم ما عندهمش مسؤوليه، عبرتي مثلا قلت لي فما مهاجرين نظاميين وغير نظاميين، وفما مهاجر غير نظامي يعمل مشكله في ايطاليا تونس تقول لك ليه ما تعرفش به، ليه تعرف به تونسي؟ أكيد. فما مسؤوليه أكيد. اخلاقيه، الحجيج هذوما توانسه، صحيح مشاو بطريقه غير نظاميه وبطريقه مخالفه للشروط اللي وضعتها السلطات السعوديه، اما راه فما مسؤوليه اخلاقيه ما يسالش. قد يكون ما في بالهمش راهو على خاطر حاج معناها ناوي يمشي البيت ربي، فقالوا له فما اجونس، مشى للاجونس وعدته انها تعمل له كل شيء. في بالهم الرسمي هو كذا وين نجم يمشي يفرق، صحيح صحيح. فخلص ومشى على اساس مش يادي المناسك. انا قلت لك ما نحبوش حد يخلي مسؤوليته، هما صحيح راهو الوفد الرسمي ما فما حتى مشكله، ما راهو وزاره الشؤون الدينيه تهتم بالتوانسه الكل اللي موجودين يؤديوا في الشعائر الدينيه غاديك، صحيح فما تلاعب فما حكايه، فما مسؤوليه اخلاقيه نحكيو لهنا، ان شاء الله تعطينا اكثر وتتواصل معنا وتوضح حتى العائلات، لانه فما برشا الناس مفجوعين نحكيو على رقم كبير 52 حاجه هذه اللي افيشيه لحد الان. من جهه اخرى هبتوا اسامي الحجاج هذوما الكل وقالوا اخي المتطوع لو انت وجدت او قبلت واحد من الحجاج هذوما ضايع لانهم يضيعوا هما غاديك، فحطوا رقم ممكن الاتصال به على الواتساب، مش هكاكا ينجموا يلقاو، يعني حتى التوانسه في بعضهم قاعدين يعاونوا مش ما يضيع حتى حد. وبالنسبه اللي توفاو الله يرحمهم وينعمهم، هم توفاو في بيت ربي ان شاء الله من دنيتهم لجنتهم ان شاء الله يا ربي. نمشيو لحاجه اخرى، محل موضوع الوفيات ما نحبش نحكي فيه برشا، ما لانه هذا خلق البوز، وفيه الانستغراموز الشهيره فرحها القاضي الاعمال جدل كبير ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش هو توفيت شاء الله ربي يرحمهم، هي شخصيه مشهوره، والمشكل انه تويترت برشا هذه الموت نتاع الصغار في العمر، ما كنت تذكر الطبيب اللي توفى، كنت تذكر اللي توفى زاد كيف المخرج اللي ما عندوش برشا، كنت تذكر معناتها فما مجموعه من الشباب، معناتها من هنا مانيش باش نفسرها وهذه حكمه ربي وذاك عمرها وذاك اللي معناتها هذه حاجه مكتوبه على الناس الكل. تبقى الاسباب، ناس قالت من ستريس، ناس قالت من الريتم تاع العيش اللي عايشينه، ناس قالت معناتها من التغذيه، ناس قالت معناتها من الفاكسان تاع الكورونا، فما شكون قال معناها؟ والله هذيك ما حبيتش نقولها لانه برشا. علاه ما حبيتش تقولها؟ بما انه الناس تقول فيها. حتى ما تستند تو نقول مثلا من ستريس، نجم نفهمك، الناس ولات على اعصابها، تقول لي مثلا وذاير في العالم الكل راهو، يقول لي مثلا راهو من الضغط نتاع العمل، الريتم ولينا نعيشوا فيه، الريتم راهو خايب على الاخر على الاخر، معناتها مش كيما قبل، الناس كانت تقضي قضيتين ثلاثه في النهار، تو يلزمك اجور ديما اكتواليزي، ديما شوف فما جديد. بالاخص هذوما حياتهم ان الناس تشوف مثلا شنو فما جديد السوريات، قداش من عمل جيم، قداش من سبونسور، قداش من كذا، معناتها راهو فما ضغط، عكس الصوره اللي قاعدين نرى فيها فما ضغط كبير وكبير جدا. هذا من الناحيه الاولى، الناحيه الثانيه التفاعلات نتاع العباد مع الثوره هذه، معناتها راهو فما ناس تعطي في شويه احكام اخلاقيه وشويه دروس اخلاقيه، شو كيفاش تلبس، شو كيفاش تعيش، مالك ومالها؟ لو انت باش تحاسب معاها ولا انت معناتها هذا هو الشيء راهو تدخل لي كومنتير على تصورها ولا تشوف لي كومنتير، معناتها هي عيشتها كيك، نمط العيش نتاعها كيك،
وهي تحبك هيك وهي متصالحه مع روحها. ليه انا مرات نستغرب معناها لا يسلم لحي لميت العبد. فكل حد الدروس الاخلاقيه اللي قاعدين نعطيو فيها راهي خايبه على الاخر، وراهي فما نوع من تعبيد تعطي في دروس اخلاقيه. ما تدخل البروفيل نتاعو وتلقى السيد هو اصلا فما كلمه قالها جاحظ يقول اكثر الناس عيبا اكثرهم تعييبا، معناتها كان هو تلقى العيب هذاك فيه. هو كي يمشي للعبيد يحب ديما يعطي دروس، علاش تعمل هكاك علاش تلبس هكاك، معناتها ولهنا فما شفنا شهادات نتاع برشا ناس قال لك راهي فكر حملات تطوعيه كانت من اول الناس اللي تحضر. كل ما تسمع فما حمله تطوعيه وفما طريقه باش تعاون حد او كذا، راهو ما نحكموش على العبيد بالمظاهر وما يهمنيش في الناس كيفاش تلبس، مانيش انا باش نقول لكم كيفاش تعملوا وكيفاش ما تعملوش. على الاقل هذه حرمه نتاع موت توفيت ربي يرحمها وانا مر باش من بعد خاطر اللي لان الحكايه خلقت برشا جدل وناس ولات ولتو مازالت كومنت وشوف. وهي مش اول مره تصير الحكايه هذيا راهو. لا 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 ما فهمتش الموت تنفي كل شيء، معناتها اللي صار الكل اللي قبل او اللي بعد ننسى ونقولوا كان ربي يرحمها ونتعداو. هي اول نقطه ساعه شوفوا الموت مقربها. وي. حبوا بعضكم. بالحق شوف خذ العبره هذه جسم وخذ العبره هذه. وهذيك الدرس معناها هي قبل بنهار تعيد على الناس وتقول ان شاء الله نخلط على المشوي. ثم تتوفى. بأزمة قلبية يعني موت فجئي أثناء النوم تاعها. هذا شيء أثناء النوم تاعها مازال نستناو بتبعتك. فأول حاجة الموت قريبة ياسر، عيشوا حياتكم تلهوا برواحكم حد ما هو وصية على حد باهي راهي مش صعيب الكلمة باهي. واللي توفى نقولوا الله يرحمه وينعمه وبينها وبين اللي خلقها معناها حتى حد ما هو وصية على الأخلاق في تونس. مش عاملة حاجة عيب، معناتها مش أنا باش نقول هكا ولا هكا، معناتها لو العيب هو الكلام اللي قاعد يدور وقاعد يتقال. باهي نمشي توا لفيديو آخر هو تعريف نوعا ما، فيديو مجموعة من الحارقين هما بك تحكي على التحايل أنت وكذا وبعض وكالات الأسوار تتحايل على الحجيج وكذا، لأن التحايل وصل حتى للحرق بطريقة غير نظامية. كيفاه؟ هزوهم ركبوهم في فلوك على أساس يسلعوهم لبدوز. هاي تجبد هاي تجبد هاي تجبد هاي تجبد وبعد وصلهم خلوا هبط. يقال واحد في لدوكو في لدو لدويد هذا شط موجود في الحمامات هم في بالهم في لمبادوز. هي تعريفة هو تحايل يطلع ياه بالتحايل. وهي في كل الحالات الهجرة غير نظامية هي مخالفة للقانون. أما راهو الناس كيفاش وصلت تستنبط معناتها في الحالات هذه، وراهو نأكد لك مش باش يرجع لهم حتى فرنكا هذوكم الكل. أكيد. تحب تشكي برشكي. هي من اولها باطله. هي من اولها باطله. فما فيديو اخر عمل برشا جدل زاد كيف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمراه كبيره قاعده تتمشى في طريق الحج. ممكن برشا شافوها. ما هذه اتضح لي هي امراه مصريه. المراه هذه المصريه قال لك فما سيركيلاسيون كبيره ياسر في الطريق نتاع، معناتها ماهيش من خارج الوفود الرسمي لانه برشا قالوا هذه امراه تايهه وضايعه وكذا. لا، امراه مشيت مع ولادها اسمها الحاجه ماجده، مشيت مع ولادها باش تحج. التلمو سيركيلاسيون ومعبيه وما نجموش يتعداو. راهي كان انت في بالك زحمه تونس ما عندك حتى فكره على الزحمه اللي موجوده غاديك. اللي صار انها هبطت قالت لهم تلمو قلبي متشوق ونحب نمشي كما مشاو الصحابه كما مشاو المسلمين الاوائل. قالت نحب نتمشى كيفهم. هزت ساك فيها الدواء وساك فيها حوايجها وقعدت مشيت الثنيه ذيك الكل اللي تمشي فيها الكراب طلعتها الجبل كامل على ساقيها. ما شاء الله عليها. ومراه كبيره. شوف انت رو الناس تلمو تتوحش للبلاصه هذيك وتلمو عندهم محبه للبلاصه هذه وتلمو ناس حاسين بشعائر الدينيه وحاسين راهو ما تنجمش تدخل. ما نعرفش انت ما جربتوا الاحساس. انا ما جربتوش. لا حتى انا ما جربتوش. ما قالوا لي احساس اخر اللي مشاو معناها. قالوا لي احساس اخر فما ديمونسيون اخرى نتاع مشاعر واحاسيس. تنجم تتفهم معناتها علاش عملت هذاك الكل لانه برشا قالوا فما شكون اولها من ناحيه راهي امراه ضايعه وكذا. لا ماهيش ضايعه وتابعه الوفد الرسمي. اما راهي اختارت انها تمشي واولادها راهو اصحاء. ولادها قالوا نستناو في الكار. هي اختارت هبطت هزت السكان ومشيت وطلعت الجبل كامل على ساقيها. جبل كامل. ربي يتقبل منها. ربي يتقبل من كل حجاجنا ان شاء الله. حج مبرور وذنب مغفور. شكرا لك حسين يعطيك الصحه. ان شاء الله نهارك اسعد الايام. أحوال الطقس.